فيصل بن قربة حياك الله. حس في مشكلة ما أدري. صوت ما في صوت. أقول أرحب. ألبقى كيف حالك؟ الله يبقيك. فيصل عندي لك سؤال حبيبي. سم. كيف تقيم نفسك البرنامج الفترة الماضية؟ والله ما أقدر أقيم نفسي أنا. ها. طيب انضباطك. ها؟ انضباطك في البرنامج كيف؟ لا انضباطي كويس أموري زين. ممتاز. فيصل ما عم نقول لك حبيبي انك تمدح بنفسك، بس اعطينا خبرتك بالبرنامج لحد هلا. يعني انت بتعرفني انا انسان هيك دج، فرد مره بحكي فرد دبشه بحكي. فلو سمحت تعطينا خبرتك بهالبرنامج، مش عم نقول لك تقول لنا انه انت اروع واحد. ممكن تكون انت بنظر حالك اروع واحد، ده شيء كثير مهم. احكي وما تستحي، ما في شيء خجل بالموضوع، عيش حياتك. انا ما قلت اروع نفسي اروع واحد ولا شيء، بس انا اشوف هو قال انضباطك، الصلوات، الفقرات، هذه كلها حاضرها. طيب تفاعلك تمام؟ تفاعلي تمام بعد ان شاء الله. طيب. تمام؟ اي تمام. طيب فيصل انا عندي تعليق على انضباطك، انا احسك انضباطك من اقل الشباب في البرنامج، ايش رايك؟ لا والله خطأ. طيب هذا الشيء ما تتابع زين ابو اشوك. طيب وهذا؟ وش ده؟ جاب لك العيد. لا هذا شيء ما يضحك يا فيصل، هذا شيء يبكي. سم. والله اتكلم جد. اي هذا الشيء. هذا الشيء ما يضحك. والله ما اسمعك. اقول هذا شيء ما يضحك. طيب وش فيه؟ هذا شيء مؤلم اننا في برنامج وجمهور يدعم ويساعدك ويساندك، ثم في الاخير يكتشفون انك عايش على الجوال. الجوال يعني انت يعني باختصار. إيه؟ اللي جالس يصير انه في واحد شغال بالريموت ورا الشاشه جالس يحرك، يقول لك خلي اللوكيشن الفلاني في هواء، تكلم كذا، فلان قال عنك كذا. خلنا اعلمك ابو شوك، اول شيء الجوال ما جاء الا نفس اليوم اللي مسكوه معي. جميل. كيف جاك؟ من وين جاك؟ خلنا علمك. يعني احنا تجاوزنا مرحله ان الجوال معه. ممتاز. الجوال جاينا نفس ذاك اليوم. يعني لو ما كشفوه ذاك اليوم كان بيستمر معك فتره. ما بعدين ما كشفوه، انا اللي سلمته بنفسي. لا يا فيصل. لا والله سلمته بنفسي. فيصل كشفوه. لا والله ما كشفوه، انا هم بنفسي. هم يوم جوك سلمته بنفسك. يمديني اجحد واقول ما معي شيء وفتش وسوي اللي تبون. أيوه. لكن انا سلمته من طيب نفسي وعلى طول. انت كيف اخذته؟ اخذته بطريقتي. ممتاز. اخذته بطريقتك. إيه؟ وشافوك الاعداد، حتى الزميل المعد كان في الكتب في الجروب، اشوف فيصل بن قربه في غرفه العزل يكلم ورانا الكاميرات. طيب. كنت تتكلم ما كان حولك احد، وطردوك قالوا لك ترى شفناك وصورناك. انا اتوقع يعني ما سلمته. اتوقع انهم ما شافوني بالكاميرا. ها كيف شافوك؟ شافني واحد منهم، شافني دخل علي وشاف شك في وضعي. ولا ما شافوني بالكاميرا. سبحان يعني الحين قبل شوي تقول شو الفرق؟ هي زيتها قبل شوي تقول لا فشت في الاخير. لا فادي هو قبل شوي يقول انا سلمته من نفسي، والحين قال انه ترى ما اسمعكم زين. ما في مشكله، المهم انهم شافوك وعشان كذا سلمته. لا ما عشان كذا سلمته. فيصل كيف تقيم انضباطك في البرنامج؟ انا اشوف نفسي زين. بالجوال زين؟ الجوال ما جاني ابو شوق الا امس. طيب ممكن اسال سؤال؟ تفضل. انت تقول انه جاني الجوال بطريقتي. ايه كيف يعني طريقتك؟ وضحتها يعني؟ للإدارة. طيب فيصل وضحتها للإدارة؟ اي نعم. فيصل انت خاصة يعني فيصل إيه نعم. انت كنت عايش على واقعيتك ولا كنت انسان موجه؟ والله العظيم الجوال احلك بلا ما خليت اللمس. من امس كنت موجه؟ من امس موجه؟ ابشرك انا ما حد يوجهني، شوري في راس. اجل وش الفائدة من الجوال؟ الجوال اكلم به اخوي، واحد من اخواني تعبان وكلمت به بس. كيف دريت انه تعبان؟ بالجوال. يعني انت اخذت الجوال عشان تدري ان اخوك تعبان؟ انا كلمت عشان اشوف اخوي وش علومه. ايوه. وبعدين الجوال لو انترنت كان قلت صح معكم حق، لكن الجوال كشاف، لا احد يوجهني فيه ولا احد يكلمني 24 ساعه. رهيب انت يا فيصل. طيب الحين المكالمات اللي في الجوال مي برقم واحد، في تقريبا 12 رقم كلمته. اصلا الرقم ما افتحوه. ها؟ لا مفتوح. ما افتحوه يا ابو شوق الله يحفظك. الارقام عندنا، تبي اعطيك اياها؟ سم؟ الارقام عندنا اعطيك اياها. لا تعطيني اياها، لكن طيب. انا داري بالنمر. طيب تجاوزنا هالمرحله. سم. فيصل كيف انضباطك؟ لا تسألني السؤال هذا يا ابو شوق. تحيم من هو يا فيصل؟ سم؟ تحيم؟ تحيم هذا اخوي الله يطول عمره. تحيم اسمه. طيب فكينا الجوال يعني نعرف ايش فيه. ها خلاص؟ فخلنا من هذه المرحلة، انا ما بقول لك شيء الا انا واثق منه يا فيصل. لا شوف الدحيم هذا سالفته سالفة يمكن ثانية. خل الدحيم على جنب. بس انا اقول لقينا ارقام ومن ضمنها دحيم. طيب ومن غيره؟ اعد لك اللي ابي واحد بس عشان اضمن. اعد لك كل شيء يا فيصل على الهواء. لا بس واحد، اسم واحد. ما ابغى اقول لك اسم واحد. اسمع لاني انا عارف الطريقه. طيب في واحد اسمه سوا. خلاص. انا برايي نغير الموضوع. شكلنا فايتين بسكه الروح ما يرجعش. فيصل لا تعاند، انا اسالك عن اذا كان هذا الجوال مسك معك
شافوه الإدارة على قولتك، واحد شافك سواء شافك بالكاميرا أو شافك بعينه مجردة أو بالتستوب، ما مهم. المهم عندي إنه شافك. ففيصل برنامج واقع هنا، ما ودنا نخدع الجمهور أن نعيش بكنترول وكل واحد مع جوال، مي بحلوة. أنا عارف لكن الجوال لو نت كان صح يمكن أقول معك حق عشان أحد يوجهني. هو الجوال الاتصال اتصال الاتصال الاتصال أردى من النت. لا الاتصال تكلم تقول شوفوا لي وش صار، يقولك صار كذا وفلان قال كذا وفي المقطع الثاني في كذا. لا دقيقة، وبعدين اللي جاب الكشاف أبو شوق يجيب غيره. أبو شوق تسمح لي بس. لا دقيقة فيصل، ممكن أقول كلام؟ خلني أقول كلمة بس، بقول كلمة صغيرة بس، بقول كلمة صغيرة. سم. أول شيء أنت مبدع متألق، الله يرحمك، وما شاء الله شاعر مميز جميل، لكن المخالفة تبقى مخالفة. جوال، كشاف، ما في بطارية، هو في الأول والأخير مخالفة. صحيح، ما هي مبرر إنه لا والله مش آيفون، لا والله في نت، ما في تويتر، في هو مخالفة في الأول. المشكلة مو مخالفة ياسر، المشكلة مخالفة وإنكار. يعني حنا قبل شيء في النقاش أول شيء أنكر، ثم بعدين قال ما كشفوني، ثم بعدين قال كشفوني، ثم بعدين ما في أرقام، ثم بعدين ما فكينا، ثم فكينا، ثم دحيم، ثم سوا. أبو شوق الله يهديك، أنا قلت أنا اللي سلم جوني وسألوني وسلمت لهم على طول. لو ما جوك ما ناقشته يا فيصل، وكان لا كان معي مرة واحدة وعشان ظرف طارئ. فيصل احنا شفناه اليوم، شفنا هذا اليوم، الله أعلم مش كان قبله اليوم الصباح، الله أعلم مش كان قبله. لا فيصل فيصل معليش، مسألة ظرف طارئ ما ظرف طارئ هذه من ست مواسم، والأعذار نفسها إذا مسك جوال تتكرر. ظرف طارئ ما ظرف طارئ، إذا في ظرف طارئ تقدر تروح الإدارة تاخذ جوالك بنقاط معينة. الآن مسك معك جوال، صارت النقاط اللي هي بدون خصم منك أردى وأضعاف النقاط اللي المفروض أنك تروح تطلب فيها جوالك من الإدارة. بعدين مخالفة القوانين ترى مش عذارها لازم قل أخذ جوال أخطيت عادي بسيطة. بعدين فيصل ترى إحنا في برنامج حياتك، مو معنا في زمان أول، في حياتك كل شيء يبين 24 ساعة هواء. صحيح، ما في فترة ما فيها هواء الكاميرا الطافية، ولا سد بادي مضبوط، كل شيء واضح. بس سؤال ابو شوق على كلامك، انا صراحه ما اهتم للامور هذه اللي قلتها قبل، عشان كيف اموري انت تعرفني يمكن شخصيتي زين قبل هذا. طيب تدري يا فيصل، قول شخصيتك وش يا فيصل، قول شخصيتي. لا مو حلوه، لا ترمي علي، لا ترمي علي كلام من اعتقد عكسه يا فيصل. لا طيب تدري يا فيصل، فيصل انت تسال كثير يا فيصل، اسال اقصد انت داق تسال، وش الفائده داق عشان تشوف كيف حال اخوك، بعدين طلع اخوك تعبان، بعدين تساله كيف حالك، طيب اخوك دحين مشيناها تبيها من الاخر وغيره ابو شوق، ابو شوق من الاخر، لا بيها من الاول ومن الاخر، كلها من الاخر كلها عشان الكتاب. ايوه عشان الكتاب، ايوه عشان اتواصل معها عشان الكتاب. بس تواصل مع مين؟ مع دحين. يا حبيبي يا فيصل لا تتكلم معي زي كذا، الكتاب مع حاتم الشهري مو مع اخوك دحين. لا لا دحين يتواصل مع حاتم، انا ما اعرف حاتم. انت تكلم دحين عشان دحين يكلم حاتم. يا سلام عليك، يلا ما علينا. وبعدين يا ابو شوق، فيصل سام مسلم، خليه يتكلم. مسلم انا ادري اني اخطيت واعترف بذنبي، وحصل ما حصل والعبد يصبر على المكتوب. يقولها من هو سلطان هادي، خلاص بيض الله وجهك، دور الزمان ويخلف العزم والهمه. فيصل عموما انا بالنسبه لي النقاش في مساله من كلمت، ان شاء الله كلمت بالقدس، انا ما لي علاقه مساله انه خلاص لقى جواله هو اعترف في خطأه. لكن انا بقول كلمه للشباب بشكل عام، الان لقينا جوال عند فيصل واعترف في خطأه وبيض الله وجهه، جميل، لكن ما زلت متأكد بنسبة 99% أنه باقي جوالات موجودة عند الشباب. أوف. بنسبة 99%. معقول؟ إيه. بس أنا أتمنى أنه الشباب. في أخبار يا فيصل، أنا بكشف سر على الهواء، اسمحوا لي. في أخبار تقول إن في جوال مع سعد الكلثم. سعد إذا تسمحني اسمعني، ومعك جوال سلمها أحسن ما يكشف. سعد خاص، سعد خصيصا يعني. وغير سعد أتوقع في ناس معهم. لكن صدقوني يا جماعة، زمان أول تغير. الحين ترى في كاميرات في كل المنتجع و24 ساعة. عفوا. في اخبار تقول كذا يا سعد، انا ما قلت معك جوال، اذا معك شيء جبه بس. اذا معك شيء جبه. أبو شوق. سعد اتمنى انك اني ما اوقف معاك زي وقفتي مع فيصل. اتمنى. ابو شوق. سم. تبون مني شيء ولا امشي؟ ابي منك كلمة أخيرة يا فيصل. أخيرة؟ إيه. أقول تسمع صوتي؟ اللي جابني هنا إياه. ايش؟ ما اسمعك. بيض الله وجهك، ذا الجوال اللي جابني على الكرسي ل 26 يوم ما جابني. لا ناديناك أكثر من مرة يا فيصل بس أنت ما جيت. لا. ما ناديناك؟ ما ناديته. طيب ايش رايك استضيفك بكره واجيبك المقاطع اللي ناديت فيها؟ لا ابدا، لا تناقشني يا فيصل، خليك صادق في كلامك. انا صادق في كلامي، لانه صادق ما قلت ذا الكلام. ناديناك اكثر من مره. لا ما لك دور. طيب موعدنا بكره؟ ليش؟ عشان اجيب لك المقاطع اللي ناديناك فيها. بوصلك. ها؟ يدك وما تشله. يدك وما تشله، يعطيك العافيه يا فيصل. عافاك الله، ما يقول لك. شو يعني يدك وما تشله؟